وصل حديثا في الابتسام للسجاد، موديلات توها واصله هذا الكنتينر، وقاعدين ينزلون ومسوين خصومات جميله على القديم والجديد من اليوم ولغايه 30/7/2021. الموقع صناعيه الشارجه، اكتب في جوجل ماب الابتسام للسجاد او على الواتساب يطرشون لك اللوكيشن، وتعال فرش بيتك، فرش الفيلا، فرش اي مكان باسعار شرط انها الارخص في السوق. انا في الابتسام للسجاد في الشارجه، اكتب في جوجل ماب وتعال، الاسعار ارخص من المصنع. طبعا هني كل الانواع والموديلات اللي تبغيها متوفره، اي شكل تبغي. العرض 4 متر وشوي، والطول لل 200 متر ما عندك مشكله. طلبنا من صاحب المحل، كنا منزلين في الاعلانات السابقه هذه على 25 و30، كان حاطنهم على 18، طلبنا مني يخليهم على 15. اكتب هاي 15، اكتب هاي 15. كل الموديلات وفي كل الالوان اللي تبونها، طبعا هاي عينه من الالوان، اي لون تبونه ب 15 درهم اليارد الوحده، اليارد طبعا 90 سنتي، كله ب 15 من هني لين الاخير، يمكن 1000 لون موجود. لف السوق كله، لف السوق ودور وتعال، اذا لقيت اي شيء ارخص من هني انا اقول مستحيل تحصل، لانه هو الموزع، هو التاجر. من 56 35، من 60 ايضا 35. ب30 في منها عدة ألوان وأشكال. تبغي شيء فنادق وفخم، هذا صراحة الأزرق والأخضر هاي تنفرش في الفنادق، مداخل الفنادق بين الغرف، شيء فخم جدا ب30 درهم. تبغي رخيص، هذا رخيص، مش يعني نوعية زينة 20 درهم الحين، وللعلم مش 20، يقول كانت 45 بس بالغلط كاتبينها 20 درهم الياردة. تبغي اللون الأبيض الناعم ناعم ناعم، السعر يبيعونه في السوق برع 120 وفوق، هني كم؟ 35 درهم، ابيض ناعم رهيب جدا، وعندنا هذه الالوان في منها عده الوان ايضا ب 25 درهم. صاحب المحل يقول هذه الاسعار غلط حاطينها، 65 هذه مش 65، اكثر من 65، ب 36 الحين. هذه الانواع، هاي الالوان اللي موجوده، شوف هذه الانواع الموجوده، 36 للياردة، الياردة اللي هي 90 سنتي. هذا النوع جميل جدا، سعر بلاش، 25 تقريبا بنص السعر الحين. الوان طبعا وايد الوان منها موجوده، عندنا هني على 25 على 35، ما شاء الله المحل مليان بضائع واشياء جميله جدا. الحين بعطيكم الموديل الحديث اللي توه واصل. تبغي النعومه هني، صدق انها فرو ارنب بقصاء ما شاء الله تبارك الله، سعرها كم؟ 30 درهم الياردة. تدخل المحل مستحيل ما تشتريها، توها واصله جديده 3D، تي من هالصوب لون، من صوب الثاني ايضا لون، شوفوا ما شاء الله الوان على كيف كيفك. هذه الالوان اللي موجوده، تبغي الازرق، تبغي البنفسجي، هذا البنفسجي طبعا في التليفون حقها مهضوم طبعا صراحه. الالوان هاي شوفوا ما شاء الله، موديلات حديثه مش موجوده في اي مكان، توها واصله جديده. الياردة ب 60 سعر الجمله، هذا 60 الحين كم؟ 40 درهم الياردة، طبعا الياردة 60 سنتي. هذه الالوان اللي موجوده، هذه الموديلات في منها عده اشكال والوان، الحق ما تلحق قبل ما تخلص الكميه، لان جايبين كنتينر واحد بس. الان السابق في واحد من المتابعين ركب هذه، صراحه قال لي فظيعه جدا، كانت ب 40 ها الاعلان السابق الياردة. هذا اللون موجود منها، في الخلف ايضا الوان ثانيه موجوده، هذا بعد في لون منها. اليوم 30، كانت ب 40 واليوم 30، المفروض يحطونها ب 70 او 80 تقريبا كذي، بس صراحه ديزاينها خطير جدا. طبعا ديزاينات وايد موجوده، السعر الارخص في السوق. شوف هاي الموديل، عندك هذه من 60 ب 30، يعني بنص السعر للياردة الوحده. تبغي شيء فخم هني، شوف السماكه، سماكه قويه جدا، الوان ديزاين فيها بس ديزاينها مات مثل ما يقولون، يعني ما فيها الوان وايد، من 50 ب 25 للياردة الوحده. شوف هذه الموديلات، اقياس اللي تبغيه، اللون ايضا اللي تبغيه، من 55 ب 30. انا اخذت هذه حطيتها هديه في بيت اخوي، بصراحه يعني ماخذه حتى من المجلس. هاي الالوان شوف موجود منها درجات، طبعا انت شو اسمه ما تشوفها عدل، بس هي درجات من الالوان، 25 درهم. 25 في الاعلان السابق نزلناها كم احنا؟ اتوقع شيء 30. شوف ما شاء الله، عندنا هذه ايضا تبغي مربعات، شوف مثلثات او كذا، هذا اللون وهذا اللون، في الوان ثانيه 25 ايضا. ايضا من الموديلات الحديثه هذه الانواع، هذه الانواع هذه نازله قبل تقريبا شهر او شهرين،
كميات موجودة، لا تخافون، هذه كميات موجودة منها وايد. سعر الجملة 65، يعني تروح برع مش أقل من 100 يبيعون لك إياها. هني كم؟ 65، اليوم كم؟ 45 درهم للليارد الوحدة. وفصل على كيف كيفك، شوف توي ينزلون يبون توهم ما شاء الله. صدمة، عندنا هذا وعندنا هذا اللون وعندنا هذا اللون. في الإعلان السابق نزلنا على 20، زين؟ يقول لي الأسعار اللي قبل كاتبينها الموظفين غلط. اليوم كم؟ 10 دراهم اليارد، ب10 دراهم. مستحيل، العلم سميك ترى، ها مش انها ضعيف تقول، لا سميك جدا وممتاز وتحطه في اي مكان تبيض الوجه. خلصنا من العشر، الحين كم؟ 15 درهم، ايضا نوعيه ناعمه ونوعيه سميكه، وهذه الالوان اللي موجوده، الحق قبل ما تخلص. 15 درهم للياردة. هني عندنا هذا اللون وهذا اللون وهذه السماكه، شوفها قاطعينها، شوف ما شاء الله. وهذا النوع، هذا النوع اللي تشوفون من هالموديل من 50 25، انا اقول لك 25، راوهم الفيديو. شوف الموديل هذا ما شاء الله طلب عليه، يقول غير طبيعي، جميل جدا، لان فيه عده الوان، في ناس يحبون هالاشكال هذه، في منه هذا الاحمر فظيع على الطبيعه، فظيع 3D، طبعا كله 3D، من 60 ب30 درهم، نص السعر. مفاجآت الابتسام للسجاد، دواسات، حجم صغير، حجم شوي اكبر، وللعلم نعومه على كيف كيفك، اي حبه 5 دراهم، تبغى تحط في السيارة، تبغى تحط في البيت، في أي مكان، تعال خذ الحبة ب5 دراهم، كميات غير هذه، كميات موجودة ما شاء الله، والمحل موجود ما شاء الله مليان، وكل اللي تبغيه متوفر، شرط أن كل شيء أرخص من كل مكان. أحدث موديلات السجاد موجود هني، شوف ما شاء الله، تبغي الديزاين الإيراني القديم موجود، هني عندنا، هني عندنا، هذه مثلا أحدث الموديلات، هاي 3 × 4 ب384، قلب خلينا نشوف كم موديل منها، شوف الحمراء كيف شكلها. جميل جدا على الطبيعة. وهذه البيضة فيها ورود أيضا راقية جدا، ألوان ما شاء الله موجودة، وموديلات على كيف كيفكم. أنواع وأشكال السجاد اللي تبغيه متوفر، خصم بمناسبة العيد 20% على كل الموديلات، الدائريات والناعمة هذه قدام الممرات كذا، من 80 ب64، ب64 أيضا، تبغونها على شكل نجمة أيضا ب64، عندك هاي دائرية، عندنا هذه الموديلات من 180، اخصم 20% وخذ ببلاش.